مساء الخير يا جماعة، يعطيكم العافية. معكم دكتورة غادة من مجموعة الوطن الدولية في دبلوم التغذية في مادتنا اللي هي الخطط الغذائية حسب الأمراض اللي عندنا، بنسميها dietary planning. في lecture number 2 راح نحكي فيها عن اللي هي أو عفوا lecture number 3 راح نحكي فيها عن اللي هي miscellaneous health condition dietary plan، اللي هي الخطة الغذائية للظروف أو اللي خلينا نحكي الحالات الصحية المعينة، فنحكي حالة مرضية معينة شو أفضل نظام غذائي وأفضل اللي هي النصائح كمان الإضافية اللي ممكن نحكي بيها بحيث إنه نحل أو نقلل من أعراض هذه الحالة المرضية اللي عندنا. صار عادة نحكي تقليل اللي هي السيمبتومز، ممكن ما يكون الكيور 100% عندي، لكن ستيل النظام الغذائي يعتبر أساسي لعلاج أي حالة مرضية، إضافة طبعا لا إذا احتاج بعض أدر اللي هي الميديكيشنز. So miscellaneous health conditions dietary plan. أول حالة معنا اللي هي الهارتبرن. الهارتبرن اللي هي عم نحكي عن اللي هي حرقة المعدة، إنه المعدة يصير فيها عندي شعور بإن في عندي حرقة نتيجة لحدوث مثلا عندي الارتجاع اللي هو سائل أو حمض المعدة لا اللي هو المريء. طيب so الهارتبرن أول شيء نشوف شو هي symptoms لإلها أو شو عم بوصف هذه الحالة. بحكي لي هي عبارة عن burning sensation، شعور بالحرقة يعني في central chest or the upper central abdomen، يعني عم بحكي لي في منطقة تقريبا عند صراع القفص الصدري في المنطقة تحديدا هون يعني في رأس المعدة، نسميها اللي هي central chest or the upper central abdomen. This discomfort often rises in chest and may radiate to neck, throat, or the angle of the arm. في بعض الحالات إذا كانت الحالة عندي في الهارت بير حالة متفاقمة جدا، بصير أنا عندي فكرة إنه تمتد الحرقة هاي وتصير في عندي نسبة ألم في النك، تصير في عندي ألم في الرقبة، في الثروت، في الحلق، في كمان اللي هي الأنجل أوف ذا أرم، حتى ممكن هي يصير عندي آلام في اللي هي الذراع نفسه أو الأنجل أوف ذا أرم، بحكي في زاوية الذراع اللي هي الأقرب عندي لجذع الجسم. فكرة وما فيها إنه عادة بيكون الهارت بيرن كسنسيشن في البيرنينج سنسيشن بيكون عندي في رأس المعدة. طيب في احتمال إنها تتفاقم الحالة. الهارت بيرن is usually due to a regurgitation of gastric acids، بمعنى إنه الهارت بيرن عادة سببها يصير عندي ارتجاع في الجاستريك أسيد في حمض المعدة، لما أخذنا في مادة الأناتومي حكينا نسمي المعدة مستنقع نسميها الجاستريك. فالجاستريك أسيد أحماض المعدة بيصير لها ارتجاع، نوصفها لمصطلح آخر اللي هي الجاستريك ريفلكس، ريفلكس اللي هو الارتجاع اللي هو بشكل عكس المسار الطبيعي. فبصير عندي رجوع سائل المعدة يروح عندي بعكس الاتجاه الطبيعي، يعني لكن لازم انا عندي من الفم للبلعوم للمريء للمعده يستمر للامعاء، حمض المعده عندي بصير له اتجاه باتجاه المريء، فجاستيك افكت بصير عندي فيتو لا الاسوفيجس للمريء. and is the major symptoms of the gastroesophageal reflux نسميها disease اللي هي اختصارها الجرد، gastroesophageal reflux disease امراض ارتجاع اللي هو المريء، اللي نسميه ارتجاع المريء اللي هو بمعنى ارتجاع حمض المعدة يرجع عندي لا المريء اللي هو الجاستريك ريفلكس. الهارت بين بتصير بسبب هذا الاحساس بصير عندي بسبب اللي هو الجرد. طيب الشست عندي بين هو الشست بين. طيب في مشكلة بالصوت يا جماعة ولا بس عند زميلتكم؟ اكو مشكلة بالصوت والسرعة. اوكي في مشكلة بالصوت عم تحكوا، ثواني على هيك يا جماعة. هنا الصورة ثابتة على على بس العنوان الرئيسي فقط. اوكي طب خليني ثواني اروح اضبط الوضع وارجع لكم، بس ثواني. طيب يا جماعة هيك الصوت أوضح والصورة تحركت على السلايد اللي بعدها. نعم الصورة تحركت الصورة نعم ورجعت مرة ثانية. أوكي تمام، هيك تحركت الصبيان والصوت. أوكي
اوكي شكرا جزيلا. طيب فاول حاله معنا كانت اللي هي الهارت بيرن، نمشي عليها السريعه، اللي هي الاشياء اللي ذكرناها اوريدي. حكينا الهارت بيرن عندي اللي هي البيرنينج سنسيشن في السنترال تشست والابر سنترال ابدومن. الفكره عندي السبب لها اللي هو عاده بسبب ستريند الجاستريك ريفلكس، او بوصف اخر بنسميه هو الجاسترو اسوفيجال ريفلكس disease اللي هي الجرد عندي كاختصار لها. طيب the chest pain caused by GERD has a distinct burning sensation، يعني آلام اللي بتصير عندي اللي هو الحرقة عندي هاي بتكون بشكل اللي هي خلينا نحكي واضح وحرقتها شديدة بتكون، اللي هي بيكون سببها اللي هو الجرد نفسه عندي. The burning sensation that occur after، متى بتصير عندي اللي هي الحرقة؟ إما after اللي هو eating بعد واحد ما يأكل، أو حتى at night بالليل مثل واحد ما يعرف ينام من الحرقة هذه المصاحبة أو اللي بتصير له. And worsen when a person lie down or bends over، والحالة اللي هي burning sensation اللي بتصير أسوأ إذا الإنسان تمدد تماما يعني خلاص، أو اللي هو عمل bend over اللي هو مش تمدد كامل لكن في انا عندي اللي هو انحناء في الموضوع. شو الفكره؟ هذا الاشياء اللي هو بتساعد او الوضعيات اللي هي مثلا نومها بتساعد انه يصير عندي ايش اللي هي الارتجاع بشكل اسهل، وبصير عندي اللي هو البيرنينج سنسيشن اوضح وبتصير مؤلمه اكثر. طيب ففي الحاله اذا chest pain هذا اللي هو البيرنينج سنسيشن نتيجه الجرد عاده سببه بعد الاكل لاشياء الاكل اشياء معينه هي اللي بتسبب هذا البيرنينج، أو at night إذا حدا عنده مشكلة مثلا صمام اللي هو الصمام السفلي في عند اللي هو بين المريء وبين المعدة، إذا هي مشكلة عندي في إغلاق هذا الصمام في الإنغلاق بصير عندي الارتجاع، وعادة بيأثر على اللي هو أو البيرنينج سنسيشن بصير عندي فترة اللي هو at night وقت النوم. شو الفكرة أو شو التبس اللي ممكن نعملها عشان نقلل هذا الشيء؟ إنه مثلا واحد يعمل مسافة في الوقت ما يأكل قبل النوم مثلا على الأقل بساعتين أو أكثر، على أساس إن هو ما يسبب مشكلة للمعدة عم تهضم، ففي أنا عندي إفراز لهذه الأحماض بنسبة أكبر فصير عندي هذا الارتجاع. ففي تبس معين ممكن نعملها الواحد أو الواحد يعملها عشان يقلل عندي من فكرة اللي هي الهارت بيرن اللي بتصير الشخص نتيجة لوجود مشاكل مثل الجرد، أو حتى عندي زي ما حكينا ارتخاء في الصمام إلى آخره. It's also common in a pregnant woman. كمان هذا الحالة اللي هي burning sensation أو heart burn. It's كمان مصاحبة للنساء الحوامل، وارد إنها تأثر عندي عليهم أو من الأعراض اللي تظهر عند النساء الحوامل خصوصاً في آخر فترة اللي هو الحمل. And it may be triggered by. ممكن حالة اللي هي heart. ممكن حالة heart burn عندي تتأثر وتزيد بسبب consuming مثلا food in large quantity، يعني اللي بيستهلك كمية أكل بكميات كبيرة في الوجبة الواحدة ممكن تصير عنده من أحد الأشياء المحفزة إنه لقدام أثناء اللي هو هذا يصير عنده اللي هو burning sensation أو اللي بنسميها heart burn، أو اللي specific food أنواع أكل معينة بتحتوي على certain spices التوابل معينة، أو كان أنواع الأكل اللي بتكون نسبة الدهون فيها عالية اللي هي high fat content، أو high acid content اللي هي نسبة الأحماض في الغذاء نفسه أو الأغذية اللي فيها بتكون فيها نسبة حمضيات عالية. فالفكرة كانت إنه الهارت بيرن بتصاحب أو سببها أمراض معينة مثل الريفلكس الجرد اللي هو المريء عندي أو الصمام اللي عندي المريء بيكون نافيات وإغلاق تام اللي هو الارتخاء بنسميه. الفكرة وما فيها الإشي المشترك إنه بصير عندي burning sensation في حالات معينة بتزيد عندي هذه الحالة، مثلا هو بعد الأكل مباشرة ممكن burning sensation يكون عندي أكثر أو أوضح. At night the pregnant woman في بعض الأطعمة بتزيد الحالة عندي سواء مثل الأشياء اللي ذكرناها اللي حسب نوعية الأكل كمية الأكل كمان ووقت الوجبة اللي الواحد عندي بيستهلكها، إذا كانت أقرب لفترة النوم بتسبب اللي هي فكرة اللي هي البيرنينج سنسيشن أثناء فترة أو أثناء النوم. ممكن هو من قد ما هو في عندي ألم يضطر الواحد إما ياخذ أدوية معينة عشان يقلل هذا اللي هو نسبة الحمض اللي بتسبب هذه الحرقة أو هذا الارتجاع اللي بتسبب هذه الحرقة لا عبل لا يقدر اللي هو ينام. فأول حالة كانت إذا هي الهارت بيرن. طيب شو ممكن الواحد يعمل كسولوشنز عشان يقلل من هذا الاشي بدون ما اضطر استخدم ادوية؟ يعني انا بدي اخلي الدواء استخدامي له اخر حل،
يعني ما اضطر اعتبر انه الدواء هو الحل الاول. شو الفكره؟ انه انا اعمل avoiding لهذه الاشياء. فواحد بيحكي لي avoid the food that have caused heartburn before، يعني من شخص لشخص اخر انواع الاطعمه اللي ممكن تسبب حرقه عند شخص معين تختلف. فبحكي لك اذا انت عارف انه نوع الاكل هذا بسبب لك حرقه، تجنب انك انت تستهلكه، طلعه من نظامك الغذائي. طيب avoid the food that have caused heartburn before. Some food commonly associated with the heartburn are بعض الأطعمة اللي بتكون شائعة إنها هي بتسبب الهارتبرن عندي الأغلب، اللي هي كالآتي: عندي الهاي سيزند فود اللي هي الأطعمة بتوابلها، نسبة التوابل فيها عندي عالية، البهارات، الجريزي أور الفرايد فود الأطعمة المقلية بتكون اللي هي بتكون مليانة زيت، شوكولات ممكن الشوكولاتة، الالكوهول اند البيفرج ذات كونتين الكافيين، الالكوهول للناس اللي بتشرب الكحول، او للبيفرج اللي هي المشروبات اللي بتحتوي على نسبه كافيين مثل الكوفي تي والسوفت درينك. سوفت درينك عم بحكي عن المشروبات الغازيه، اذا بكثر منها خلال اليوم الواحد ممكن تسبب لي عندي الهارت بيرن. فالفكره انه افويد ذس فود، او اني انا اقلل كميتها اللي بستهلكها خلال اليوم نفسه. طيب steps number two، النصيحة الثانية في solutions عندي: eat five or six smaller meal a day instead of three large meal. يعني تاخذ من خمسة إلى ست وجبات تكون كميتها صغيرة، وأحسن من إنك تاخذ ثلاث وجبات في اليوم والوجبة تكون كميتها كبيرة. فأنا بقسم الكميات بتاعت الأكل وبخلي الوجبات عندي من خمسة إلى ستة، أفضل من إما إني أضغط على المعدة بكمية أكل كبيرة في الوجبة الواحدة. فـ5 to 6 smaller meals في الداي في اليوم الواحد بتكون عندي أفضل من إني أستهلك ثلاث وجبات تكون كميتها كبيرة. طب decreasing the amount of food in your stomach easy digestion، بسهل على المعدة تهضم إذا أنا بقلل كمية الأكل في الوجبة الواحدة، وreduce the changes or chances of the heartburn، بتقلل عندي من فرص إنه الشخص يصاب عنده بالheartburn هي burning sensation، شعور عندي بالحرقة نتيجة إنه كمية الأكل كانت عندي كبيرة. فالنصيحة الثانية كانت إني أنا أقلل كمية الأكل في الوجبة الواحدة. remain standing or sitting for at least 2 hours after eating. للناس اللي بتلاحظ انها بعد الاكل المباشر بصير عندها الارتجاع او بصير عندها الشعور بالحرقه نتيجه ان الحمض المعده صار عندي رجوع له، دخل عندي على المريء، يفضل انه احنا نصح، يعني اذا مثلا عفرض بغض النظر شو الوجبه اللي بياكلها عنده هذا الاشي، والسبب عاده بيكون ارتخاء في الصمام عندي بين المريء والمعده، يفضل انه احنا ننصحه انه هو يضل محافظ على جلسه اللي هي بتكون عم بعطي اللي هو المسار نفسه، ما اعمل لاين داون، ما اتمدد الواحد، لا اخلي المسار ثابت، يعني واحد يقعد، او يضل انا عندي عم بمارس نشاطاته وهو واقف على الاقل ساعتين بعد اللي هو الاكل. يعني فكره اني اكل بعدين اروح اتمدد عشان ارتاح عند هدول الناس ما رح تكون جيده، لانه بصير عندي حاله اللي هي الهارت بين او الشعور عندي بالحرقه بزيد. So if you lie down keep your upper body raised at 45 degree angle. إذا الواحد حاب إنه هو مثلاً يقعد أو إنه يتمدد، على الأقل يرفع القسم العلوي اللي هي المعدة يعني بزاوية 45 درجة، يعني ما يتمدد عندي تماماً، ما يخلي المسار خط مستقيم، يخلي أنا عندي إما يعمل نشاطاته هو standing up أو sitting بجلسة اللي هي عادية، أو إنه يعمل إذا اللي هو في حالة اللي هي lying down، فكرة اللي هو keep the upper part of the body اللي هو مرتفع بزاوية 45 درجة. Eat your last meal several hours before going to bed. تاخذ آخر وجبة خلال يومك قبل ما تروح للنوم، مثلا اللي هو الواحد بينام عندي على 10 تقريبا من ساعتين لأربع ساعات قبل النوم بياكل آخر وجبة له، وكل ما بعدت الوجبة عن موعد النوم كل ما كان عندي أفضل، خصوصا عند الناس اللي بتعاني من الهارت بيرن. كمان إذا أسوأ الاحتمالات لسه في أنا عندي حرقة، أو مثلاً واحد بالغ في كمية الأكل في يوم معين، أو مثلاً هو بالغ في نوعية الأكل اللي كانت فيها توابل إلى آخره، ممكن هو يأخذ عندي إيش بسميه اللي هو الأنتي أسيد، هذه أدوية بتساعد على تقليل اللي هي الحموضة عندي في داخل المعدة. So take an antacid 1 hour after meal، بعد الوجبة بساعة بإمكانه إنه يأخذها to relief، عشان يخفف شعور بالهارت بيرن عندي. So you can also try taking the antacid before going to bed.
وارد انك مثلا اذا بتتحمل شعور اللي هي البيرنينج سنسيشن، يفضل انك بحكي لك اذا بتحمله فتره معينه بعد الوجبه، ممكن انك مثلا تاخذ الانتي اسيد قبل النوم، على اساس انه الواحد ما يصحى من نومه على الم الحرقه اللي بحسه في المعده. سو ممكن انك تاخذ الانتي اسيد before going to bed. If you take anti acid frequently, tell your doctor. لازم تخبر طبيب عندك المسؤول عنك، سواء انت مثلا في عندك ادويه من الامراض المزمنه عم تاخذها، في ادويه مثلا ضغط، ادويه سكري، وانت عم تاخذ وتبالغ في الانتي اسيد. طبعا ما في مبالغه، عم نحكي بنعتبره اخر حل، انه مثلا في يوم معين انا اضطريت انه مثلا او بالغت في شكل معين من الاشكال، سواء بكوانتيتي او بالكمية او بالنوع الاكل عندي الكواليتي، الفكره وما فيني استخدمه كاخر حل. هذا لا يعني انا بقدر اخذ انتي اسيد بدون وصف الطبيب على كل يوم لحالي. يفضل اساسا انك تسال عن الانتي اسيد المناسب لك من قبل الطبيب، او الفكره انك اذا عم تاخذه بشكل فريكوينت انه تبلغه، يمكن يصير عندي اللي هو الفود دراج انتراكشن او الدراج دراج انتراكشن، فلكن لازم الواحد ينتبه عندي لهذا الشيء. فحالة الهارت بين عادة السوليوشن لإلها كانت الفكرة إما بعمل avoiding لأشياء معينة، أو هي عبارة عن tips نصائح بسيطة للواحد يقلل من اللي هي الشعور بالحلقة بعد ما إنها صارت. أو avoiding كانت أنواع الطعام، كانت اللي هي الفكرة أني أنا أتجنب الشعور بالهارت بين. so الهارت بين نعرف شو فكرته وأسبابه، وعرفنا اللي هي فكرة اللي هي السوليوشن لإله. طيب قبل ما انتقل على القسم الثاني او النوع الثاني عند الميسلينيس ديزيزز او الميسلينيس هوت ستيت اللي هي السيليك ديزيز، زميلتكم بتحكي انه الصوت عندها مو واضح، في حدا عنده مشكله بالصوت غير اوكي غير ايه وانغام كمان؟ اوكي يا جماعه طيب اوكي في مشكله، يا ريتكم حكيتوا ابكر شوي. طب ثواني كيف راح احاول اجرب اطلع من هذا كله وارجع، بس ثواني. طيب يا جماعة شوفوا لي هيك الصوت أوضح. يعني بحاول أشوف إنه إذا في مشكلة بالسماع، المفروض ما في لي يعني، لكن نحكي إنه غيرناها في أوكي أوضح، في ناس تحكي أبعد. أوكي خلينا نشوف نشرح شوي ونكمل، وإذا لسه في مشكلة يا ريت احكوا لي. تمام راح اشوف في وشه. طيب اوكي مفهوم طبعا على الاقل يا جماعه. اوكي طيب طيب نتمم هلا على ونكمل على السيلياك ديزيز، ان شاء الله الامور تكون هيك افضل يا جماعه. طيب شو هو السيلياك ديزيز؟ احكي لي. السيلياك ديزيز هو عباره عن مرض مناعي بيصيب جسم الانسان نفسه لما الناس تتناول اطعمه بتكون عندي بي او بسميها اللي هي حساسيه الجلوتين، لما يصير او الناس تاخذ عندي الجلوتين بسبب عندي دمج للسمول انتستين، بسبب عندي تدمير للامعاء الدقيقه. So celiac disease كأني عم بحكي عن حساسية الجلوتين، هو عبارة عن immune disease in which people cannot eat gluten because it will damage their small intestine. لأن الجلوتين إذا بتناوله رح يدمر لي الأمعاء الدقيقة عندي. طيب if you have a celiac disease and eat food with gluten, your immune system responds by damaging the small intestine. كأني عم بحكي مرض مناعي ذات الجهاز المناعي نفسه رح يهاجم السمول انتستن ويكسرها عندي او يدمرها بسبب اللي هو الجلوتين. اختصارا لكل هذا الكلام، السيليك ديزيز عادة
يكون سببه اللي هي عشان تكون الفكرة أوضح ممكن لحساسية الجلوتين. طيب شو هو الجلوتين؟ طيب هو عبارة عن بروتين بيكون موجود في القمح وفي الشعير. فالجلوتين is a protein found in wheat and barley، يعني أي معجنات، أي خبز من مصنوع من الويت والبارلي مثل الجلوتين هي موجودة أساسا، راح تأثر لي هذه الحالة وتسبب لي حالة اللي هي السيليك ديزيز. طيب شو السيمتومز عندي؟ يعني هل أقدر الواحد يغض النظر عن فكرة حساسية الجلوتين؟ نتيجة لأن السيمتومز تعتبر كثير نسبيا، فالفكرة إنه يفضل على هذا الشخص هو يقطع الجلوتين من النظام الغذائي. طيب الكلاسيك سيمتومز عادة بتكون انكلود الجاسترو انتستينال بروبلم مثل الكرونيك دياريا، يعني اعراضها مش سهل ان الواحد يتغاضى عنها، بيكون انا عندي دياريا وكرونيك مزمنة، اسهال مزمن بيكون عندي ابدومينال ديستنشن اللي هو بصير في عندي اللي هي فكرة الانتفاخ، بيكون عندي مكرر طالما عم باخذ جلوتين في النظام الغذائي رح يضل عندي الابدومينال ديستنشن موجود. المال ابزوربشن، المال ابزوربشن اللي هو سوء الامتصاص للمواد الغذائية، طالما عم بحكي السمول انتستن صار فيها عندي ضرر وخلل في تكوينتها الاناتومية التشريحية، معناته وظيفتها عندي رح تصير اقل من المستوى المطلوب، الكفاءة تبعتها في عملها. شو اهم اشي او اهم وظيفة عندي للسمول انتستن؟ كانت الامتصاص وظهور المواد الغذائية، واهمية عادل هي السمول انتستن اساسا امتصاص كان عندي الابزوربشن اكثر من حتى اللي هو الهضم. فشو الفكرة؟ إذا كان عندي مشكلة في السمول انتستن أكيد رح يصاحبها اللي هي المال أبزوربشن، يعني كأني عم باخذ في نظام الغذائي حتى لو نظام الغذائي صحي 100% الأشياء من الغذاء ما رح يصير لها امتصاص 100%، الفيتامينز المينرالز الأذر أي النيوتريانت عندي ما رح يصير لها امتصاص بكمية كافية، فرح يصير عندي اللي هو نقص مثلا في الفيتامينز في هذا المينرال إلى آخره، فعندي مال أبزوربشن. كمان لوس أوف أبيتايت، يصير عندي في فقدان للشهية. وايضا among children عند الاطفال اذا بيعانوا من celiac disease نتيجه انه انا عندي حساسيه الجلوتين، فamong the children بيكون عندي failure to grow normally اللي هي ما لانه ما عندي امتصاص للنيوترينت بشكل كافي، فبيأثر عندي على نمو هذول الاطفال. اوكي طيب حاله celiac disease اذا عندي تعتبر أسوأ حتى من الهارت بان، شو الهدف أو خلينا نحكي المشكلة الأساسية اللي إحنا ممكن عندي نعالجها؟ كل واحد يعمل اللي هو يتجنب الجلوتين أو يقطع الجلوتين في نظام الغذائي. إذا ما يكون عرفنا سيليك ديزيز شو فكرته كمرض، حساسية الجلوتين شو يعني حساسية الجلوتين، جهاز المناعة ببلش يهاجم عندي في السمول انتستن فبيدمرها عندي، فبيأثر عندي على اللي هي أو بتظهر عندي أعراض ثانية مهمة مثل عندي المال absorption، الابدومينال ديستنشن، الكرونيك دياريا، اللوس اوف ابيتايت، بأثر كمان عندي على الجروث في تشيلدرن اذا كان هو بيعاني من سيليك ديزيز من صغره. ننتقل عندي على فكرة اللي هو العلاج. خلينا نحكي عادة أفضل إشي زي ما حكينا اللي هو ناخد gluten free diet or gluten free food to enjoy the celiac disease diet include. طيب شو الأغذية اللي أنا ممكن أخدها في نظامي الغذائي اللي هي بتكون عندي gluten free وناتشرالي بدون ما أحس إن أنا لأ لازم يكون عندي نظام غذائي صعب إني أنا أطبقه؟ في الأشياء اللي هي بسهولة متوفرة من الواحد اللي هو ياخدها وتكون عندي gluten free. طب أول إشي اللي هي الأنيمال برودكت، تعرفنا إنه هو الجلوتين بروتين موجود عندي في القمح والشعير، فأكيد الأنيمال برودكت ما رح يكون فيها عندي جلوتين، سواء أنا عم بحكي على البيف، الشيكن، الديري برودكت، الأجز، السي فود أو التركي كلياتهم، سواء أنا عم بحكي على اللحوم، الدجاج، منتجات الألبان، البيض، المأكولات البحرية أو حتى عندي اللي هو التركي الكرومي، فكلياتها الأنيمال برودكت هي خالية من الجلوتين. اثنين الفات اند الاويلز، الافوكادو، كوكونات اويل، اوليف اويل، سوليد فات والبتر كمان، يعني كل انواع خلينا نحكي الاويلز وتحديدا عم نركز على المصادر الصحيه منها كلياتها اكيد هي جلوتين فري. نجي لقسم عم بحكي على الفروت اند فيجيتابلز، فروت فيجيتابلز نفس الفكره في اي فورم فيها، سواء كانت عندي فريش او كانت عندي فروزن مجمده او درايد مجففه او كانت معلبه كلياتها هي جلوتين فري.
جلوتين فري سيريالز اذا انا ابدا ادخل هلا على فكره اللي هي سيلز الحبوب، يعني عندي لازم يكون فيها او من ضمنها عندي قمح او شعير. الفكره انه احنا نشوف اي شيء على الليبل يكون جلوتين فري مكتوب عليه، سواء انا بحكي على الكورن الرايس الى اخره. جلوتين فري سيريالز اساسا اللي يكون ورثي خاليه، لكن اذا بحكي على خبز معين بدي اخذه في نظام الغذائي يكون مكتوب عليه اللي هو جلوتين فري، يعني اي اطعمه فيها قمح او شعير يكون مكتوب عندي على الليبل جلوتين فري بطريقه تسميها ذات الجلوتين، وقتها بيكون الانسان قادر عندي على استهلاكها او انه هو يستهلك السيريالز مثل عندي الكورن والرايس. طيب الهربس اند اللي هو السبايسز عندي اللي هي all the fresh and the dried herbs and spices are naturally gluten free and can be eaten. سواء انا بحكي على اللي هي التوابل البهارات اللي هي المنكهات اللي بتكون عندي مصادرها herbs اساسا اللي هي اعشاب عندي كلياتها gluten free. الليجيومز بنحكي على البقوليات سواء انا بحكي على beans, lentils, peas، سواء يعني انا بحكي على فاصوليا على العدس او على البازلاء كلياتها gluten free. نيجي على النوت اند سيد، كل انواع النوتس عندي سواء انا بحكي على almonds اللي هو اللوز، الفلاكس اللي بحكي على بذور الكتان، الباين نوت اللي هو الصنوبر، والوالنوت اللي هو الجوز اللي بتكون كان بمجتمعاتنا نسميها اللي هي زي لي عين الجمل. هاي كلياتها هذه as any nuts and seed legumes and herb لو بتلاحظوا كلياتهم هم جلوتين فري. بنركز بس على الجلوتين فري على السيريالز نفسها انها تكون جلوتين فري للكورن والرايس. ابدا استهلك مصادر معينه. اوكي اذا بدي استهلك عندي مصادر معينه من السيريالز اللي فيها ويت او البارلي يفضل انها تكون مكتوب او مش يفضل لازم تكون مكتوب عندي على الليبل انها جلوتين فري. طيب طيب يا جماعه قبل ما اكمل ستيل المشكله غالبا موجوده عندكم فاشوفوا شو راح اعمل. ثواني طيب اوكي يا جماعة هيك ان شاء الله المشكلة خفت يعني. سو ستيل في محاضرتنا اليوم نعيد الاشياء واهم الاشياء اللي ذكرناها. حكينا عندي على الهارت بيرن، عرفنا اللي هي السوليوشنز الاساسية او التبس اللي هي البسيطة تعتبر لكن ممكن الواحد يتبعها عشان يقلل عندي من الهارت بيرن. كمان شفنا السيليك ديزيز اللي هي مشكلته الاساسية، الكي وورد كانت عندي اللي هي الجلوتين، هي حساسية الجلوتين عندي، والفكرة كانت عندي من اللي هي شو النظام الغذائي اللي أنا بتبعه. ولو لاحظتوا أنه أنا بتبع أي نظام غذائي عادي لكن لما أجي على مجال اللي هي السيريالز يفضل أنها أني أتبع في نظام الغذائي السيريالز اللي فيها اللي ما فيها جلوتين يعني تماما اللي هي الكورن أو الرايس، أو إذا بدي أخذ مصادر فيها قمح وشعير يفضل على اللي هو الليبل تكون مكتوب عليها أن هي جلوتين فري. طيب آخر مشكلة معنا اليوم اللي هي الإريتبل بول سيندروم، الـ IBS اللي هي الـ Irritable Bowel Syndrome اللي هو التهاب القولون العصبي. طيب الـ Irritable Bowel Syndrome زمان كان يسموه اللي هي Nervous Colon اللي هو القولون العصبي، it's referred to previously اللي هو Nervous Colon as is a functional gastrointestinal disorder characterized by a group of symptoms. التهاب القولون العصبي له symptoms أعراض معينة، it's accompanied together مع بعض بتكون موجودة include الـ Abdominal Pain ألم في البطن and changes in the consistency of the bowel movement. بصير عندي خلل أو تغير في مسار وحركة عندي اللي هو الأمعاء. ف
فالفكرة كانت اللي هي الريتبل بول سيندروم، اللي هي in general اللي هي عم بيحكي لي it refers لا النيرفس كولون. طيب the main symptoms of irritable bowel syndrome، أهم الأعراض اللي هي بحكي إنه هذا الشخص بيعاني عندي من القولون العصبي، واحد stomach pain، ألم في المعدة أو ممكن cramps عندي كمان اللي هو يكون عندي التشنجات، هاي bloating يكون عندي الانتفاخ، دياريا وconstipation بيكون عندي دياريا الإسهال، constipation الإمساك، وممكن اللي هي تتفاوت من شخص لآخر، يعني شخص يعاني من الدياريا وشخص عنده irritable bowel syndrome يعاني من constipation، أو ممكن إنها تصير عندي متبادلة، يعني نفس هذا الشخص بيعاني من هو irritable bowel syndrome، الكرامس موجود، البلوتينج موجود، لكنه دائما بتصاحبه حالة اللي هو الconstipation، أو في أغلب الحالات constipation أكثر عندي من الدياريا. الفكرة من irritable bowel syndrome ومن هذه السيمتومز اللي أنا عندي إنه ما إلها كيور 100%، ما إلي علاج لهذا المرض 100%. عادة التريتمنت بتكون إني أنا أحسن الأعراض المصاحبة أو الموجودة عندي. طب this may include dietary changes اللي هو بتغير في نظامك الغذائي، في عندي medications معينة، أو ممكن اللي هو أخذ اللي هو البروبيوتكس اللي هي بتكون كمكملات غذائية، شوية البروبيوتكس اللي هي البكتيريا النافعة اللي بتنظم أنا عندي البيئة في داخل الجهاز الهضمي، فبتقلل اللي عندي من الكرامس، بتقلل عندي من البلوتينج الانتفاخ، وبالتالي مع هذا يعني بس أقلل هذه الأعراض بيقل عندي الدياريا والكونستيبيشن. طيب هذه الأعراض عشان أنا أقدر أحكي إنه هذا المريض هو فعلا مصاب بالقولون العصبي بتكون عندي مستمرة لفترة زمنية طويلة، يعني مو مرة واحدة صار عندي الشخص كرامس بلوتينج أو مثلا كونستيبيشن ما وأحكي إنه هذا عنده irritable bowel syndrome. عادة بتكون الأعراض مزمنة وممتدة لفترة زمنية طويلة، وقتها بيتم تشخيص إنه هذا المريض أو هذا الشخص عنده irritable bowel syndrome. طيب حكينا ما إلها كيور 100%، عادة بنركز على فكرة إني أنا أقلل من الأعراض، نسميها اللي هي improve the symptoms. طيب الدايتري ماجرز انكلود، شو ممكن الواحد يعمل في نظامه الغذائي عشان يقلل من أعراض الirritable bowel syndrome الIBS؟ واحد increase soluble fiber intake، يزيد كمية الألياف الذائبة في نظام الغذائي، وهلأ بنشوف أمثلة على soluble fiber وين تكون عندي موجودة. gluten free diet كمان وجدوا إنك لما تقلل أو إنك تتبع نظام gluten free diet، نظامك الغذائي الخالي من الجلوتين، مو بس رح يحسن من حالة اللي هي celiac disease اللي شفناها، كمان رح يحسن لي من حالة irritable bowel syndrome. أو short term diet low in اللي هي saccharides، دايت تبعت قلل عندي من كمية السكرايد، عم نحكي اللي هي أقل من كمية السكريات. طيب وجدوا إنه هدول الاتباع هدول التري دايت بقلل عندي من حدة الأعراض ومن ظهورها، فعم بحسن أعراض الإريتبل بول سندروم. طبعا في عندي مستويات أو محفزات أخرى إنه يصير عندي هذه السيمتومز أو تظهر عندي أعراض الإريتبل بول سندروم في خلال اليوم عند هذا الشخص، لكن احنا بنركز على اللي هي فكره الدايتري ميجرز، عم نتبع هدول الدايتس اللي عندي. طيب شو الفود اللي هو بتكون غنيه بالسوليبل فايبر؟ انكلود عندي الاوت ميل، الشوفان، النتس، المكسرات، البينز، فاصوليا، اللنتس، العدس، الابلز، تفاح بانواعه، والبلو بيريز كمان عندي. لما أضمنه أو أدخلهم في النظام الغذائي هدول الأطعمة أمثلة عندي هدول غنية بالسوليبل فايبر، ووجود الفايبر في النظام الغذائي بحسن عندي من أعراض، وتحديدا السوليبل فايبر بحسن عندي من أعراض الإريتبل بول سيندروم، تحديدا بتأثر على أنها تقلل البلوتينج دياري والكونستيبيشن، وأكيد لما تقلل البلوتينج عندي كمشكلة أساسية بتقلل معها عندي اللي كامس والبين اللي بتكون عندي متواجدة. طيب فهاي هي كانت حالة اللي هي الإريتبل بول سيندروم. إذا في محاضرتنا اليوم نرجع نعيدها على السريع أهم النقاط نتيجة للخلل اللي صار في المحاضرة، فنعيد أهم النقاط في محاضرتنا لليوم. الميسيلينيوس هيلث كونديشن دايتري بلان، أول مشكلة كانت اللي هي الهارت بيرن، عرفنا أسبابه اللي هي عادة بسبب الجرد اللي هو الارتجاع المريئي. الفكرة كانت إنه بيصاحبها بيرنينج سنسيشن، والسبب بيكون الاختلافات كتير اللي هو مثلا كمية الأكل لساعات اللي هو قريب من موعد النوم، نوع الأكل نفسه، عند المرأة الحامل،
وكمان حكينا اللي هو نوع الأكل نفسه، اللي حكينا اللي بيكون غني في التوابل أو كمية التوابل فياته كتير، البهارات أو الدهون فياته كتيرة، والأسيد كونتنت عندي كمان بيكون فياته عالي. شو كانت السولوشن؟ كانت إني أفويد بيس الفود اللي بتسبب عندي الهارت بيرن. وأنا صرت عارف كشخص مثلا إنه هذا الأكل أو هذه الطبخة مثلا نتيجة البهارات اللي كتير اللي فيها سببت لي هارت بيرن، بتجنب إني أنا آكل منها أو أدخلها في نظام الغذائي. بعض الأطعمة اللي تعتبر اللي هي إن كومن بتسبب الهارت بيرن كانت اللي هو الأطعمة الغنية بالتوابل، اللي هو السيزنز فود، الجريس والفايت فود، الأطعمة المقلية، الشوكليت، الألكهول، والبفرج الغنية كانت عندي بالكافيين ما بكتر منها خلال اليوم. النصيحة الثانية كانت إني أقسم وجباتي، بدل ما هي 3 وجبات في اليوم وكمية الأكل فيها كبيرة، أخليها 5 وجبات أو 6 وجبات في اليوم بكميات قليلة. لما أقلل كمية الأكل في الوجبة الواحدة بريح المعدة نفسها، الهضم بصير عندي أسهل، وبقلل فكرة إنه يصير عندي ارتجاع فيسبب عندي الهارت بيرن. نقطة رقم 3 كانت اللي هي remain standing أو sitting، أو لو أنا بدي أعمل lie down اللي تكون عندي bending لدرجة 45، اللي هو عشان أحافظ وأمنع اللي هو ما يصير عندي هذا الارتجاع. الحمد لله المعدة عندي الاتجاه المريء. الأكل آخر وجبة تكون عندي قبل موعد النوم على الأقل من 2 إلى 4 ساعات، هذا هو أفضل عمل اللي هو فراغ زمني، على أساس إنه ما يصير عندي شعور الهارت بيرن أو البيرنينج سنسيشن أثناء فترة اللي هو النوم، ويمنعني إنه من الواحد إنه ينام. آخر حل كان على فرضا لغض النظر شو الأسباب، اضطريت في يومي إني أنا ما أقدر أعمل avoiding للأطعمة اللي بتضايقني واللي بتعمل الهارت بيرن، قرب موعد النوم وأنا أريد صرت ماكل الوجبة، نوع الأكل اللي فيها أو كمية الأكل اللي فيها كان بسبب هذا الهارت بيرن، ممكن أنا أخذ اللي هو الأنتي أسيد، لكن ما أعتبره إنه هو يظل عندي، صار خلص من روتيني إنه كل يوم ممكن أكل اللي بدي إياه بالكمية اللي بدي إياها، وقبل النوم أخذ أنتي أسيد، هذا ممكن يسبب مشاكل صحية أخرى. ففكرة الأنتي أسيد هي كحل اللي هو خلص آخر الحلول وفي الحالات الاضطرارية. بعدين انتقلنا عندي على فكرة اللي هو السيليك ديزيز، وحكينا السيليك ديزيز الكلمة المفتاحية لإله إنه عندي حساسية جلوتين. شو الفكرة إذا باخذ جلوتين؟ الناس اللي عندهم هذا السيليك ديزيز الجلوتين أو حساسية الجلوتين، جهاز المناعة بيهاجم عندي السمول انتستن بيدمرها، نتيجة لذلك بصير أنا عندي مشاكل مثل كرونيك دياريا، ابدومينال ديستنشن، مال ابزوربشن، لوس اوف ابتايت، وكمان عندي مشاكل في الفير اوف جروث عند التشيلدرن، مشاكل في النمو عند الاطفال. ليش؟ لانها كانت مرتبطه بفكره المال ابزوربشن عندي اللي هو الامتصاص، صار فيها في مشاكل مال ابزوربشن يعني مشكله في الامتصاص او سوء الامتصاص. فبالتالي حتى لو نظام الغذائي كان جيد 100%، لنفرض انه هو صحي 100%، اذا انا عندي مشكله سيليك ديزيز ما راح يصير عندي امتصاص للنيوترينت بشكل كافي، فما راح يستفيد منها الجسم. طيب بالنسبه للسيليك ديزيز حكينا فكرته، لانه عم بحكي على حساسيه الجلوتين معناته نظام الغذائي يكون عندي خالي من الجلوتين، بنسميه اللي هو الجلوتين فري دايت، اللي هي الانيمال برودكت كلياتها بقدر اخذها عادي، هي جلوتين فري، الفات والاويلز ما عندي مشكله استهلك اي نوع من انواع الفات بكميات معتدله. لكن حكينا الفروت والفيجيتابلز نفس الفكره، بغض النظر شو كان طريقه اللي هو استهلاكها، هل هي فريش، هل هي فروزن، درايد او كانت. الجلوتين فري سيريالز، على نسبه السيريالز بنحكي مثل اللي هو الكورن والرايس، جيت انا استهلك قمح او شعير باخذ اللي هو بيكون موجود عندي على الليبل مكتوب انها مصنعه بطريقه جلوتين فري، لانه حكينا الجلوتين في السابق نرجع نعيدها انه هو بروتين موجود عندي في الويت والبارلي القمح والشعير. الهربس والسبايسز عادي، الليجومز ذكرنا الامثله، النت اند السيد كمان الامثله اللي هي جلوتين فري مذكوره. طيب اخر حاله كانت اللي هي الارتبل بول سندروم، اختصارها كان عندي اللي هو التهاب القولون العصبي، اللي هي فكره انه انا عندي سمتومز معينه، عندي بين، عندي كرامس، بلوتينج، دياريا، كونستيبيشن، ما في كيور 100% لكن بقدر اعمل امبروف لهذه السمتومز. الدايتري ميجرز اللي ممكن انا اتبعها قبل ما انا اضطر اني انا استخدم ادويه معينه، اللي هي استهلك الاكل الغني بالسوليبل فايبر، ذكرنا الامثله عندي الشوفان، المكسرات، الفاصوليا، العدس، ومن الفواكه كان عندي التفاح والبلوبيري. وجلوتين فري دايت، لو اتبعت الجلوتين فري دايت كان راح يكون يعني قاطع الجلوتين من نظام الغذائي، كان راح يحسن لي حالة الارتبل بول سندروم بناء على معينة. والشورت تيرم دايت اللي بيكون اللو ام
سكر عادي لأقلل نسبة السكريات في النظام الغذائي ولو كان فترة زمنية عندي قصيرة. طيب فهيك بنكون ذكرنا أهم، خلينا نحكي الحالات اللي هي اللي in general بتكون شائعة في مجتمعات معينة، ويفضل إنه أنا قبل ما أعتمد على إني أستخدم الأدوية يفضل إني أنا أنظم أو أحسن من النظام الغذائي. وزي ما اتفقنا دائما نضل نعيد نفس الفكرة، على أساس إنه الجسم يستفيد عندي من دواء معين يفضل إني أنا أتبع نظام غذائي يدعم استجابة الجسم لهذا الدواء. فالأساس عندي هو الدايت، ويعتبر أو إحنا بنعتبر إنه العامل المساعد يكون هو الميديكيشن أو الدواء. طيب فهيك محاضرة اليوم يا جماعة بتكون خلصت، معلش على المشكلة اللي صارت اللي هي التكنيك هذه اللي مش عارف شو قصتها، بنحاول إن شاء الله المحاضرة القادمة يكون فيها المشكلة، لكن حاولنا نحلها بطرق أو بأخرى. سو بتمنى تكون على الأقل النقاط الأهم أو الأهم الأساسية وصلتكم كأفكار. يعني في حدا عنده أي سؤال أو أي استفسار على شيء معين؟ أوكي يا جماعة، كمان أنتوا يعطيكم العافية أنتوا كمان، وبنلتقي إن شاء الله في محاضرة بكرة في نفس مادتنا اللي هي دايتري بلان، رح نحكي فيها عن اللي هي دايتري بلان في فترة اللي هي البريجنانسي إن شاء الله. فيعطيكم العافية.